أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة مهتمة وحريصة على ترميم والحفاظ على الآثار سواء الإسلامية أو القبطية. وفي تصريحاته عاقب جولة لافتتاح عدد من المشروعات في المناطق الأثرية بمحافظة القاهرة، أوضح مدبولي أن ترميم المناطق الأثرية والتاريخية يؤثر إيجابا على السياحة الوافدة إلى مصر. فكل هذا بيوضح مدى اهتمام الدولة المصرية بالآثار والتطوير اللي بيحصل النهاردة في هذه المناطق، وزي ما حضراتكم شايفين احنا حريصين كل الحرص على إبراز هذا البعد التاريخي. ويمكن كنت بتكلم مع السيد وزير السياحة ان لازم على طول تدخل هذه المناطق ضمن الزيارات السياحية للسياح اللي بيجوا مصر، وده لوحده بيزيد من تواجد السياحة والسياح الخارج اللي بيجوا من الخارج لمصر، بيبقى مكان جديد ومقصد سياحي جديد ما كانش متاح ليهم، وبالتالي ده ممكن يزيد ليلة سياحية إضافية ضمن الزيارات اللي موجودة. وده اهتمام شديد جدا بمصر إن احنا بنبرز آثارنا وتراثنا والحفاظ عليه، ولكن أيضا بنعرف الناس بمدى عظم وتاريخ هذه الدولة المصرية. وإن النهاردة إن شاء الله لما حضراتكم موجودين في هذه الآثار اللي احنا شفناها كلها بتعود الى، يعني انا مش عايز اقول اكتر من 1500 سنه او 2000 سنه النهارده المباني اللي احنا موجودين فيها. فالنهارده والحمد لله يمكن كنت سعيد جدا زي ما كان زملائي بيعرضوا الترميم اللي تم ده كله من خلال ايدي مصريه ومن خلال زملائنا في وزاره السياحه والاثار والمجلس الاعلى للاثار، مع دعم من كل الجامعات المصريه ودكاتره الاثار الموجودين في الجامعات المصريه.